مغرم مغرم انا بيك على طول، وانا صارخ وصبري هوايا دمي. يا لالا ويا لالا يا علي. بقولك انت فين؟ انت قريب مني؟ غدا ايه يا حسن؟ غدا ايه؟ هو ده وقته؟ ده وقته؟ اسكت ساكت، اقعد. ها؟ اتكبرش الموضوع. خبريه، الوقت طلع لك، انت ما خدتش بالك ولا ايه؟ انا ما كنتش مجنون كده يا حسن. انا صحيح كنت شقي بس عاقل. ايوه، الواد اتحمج عشان اخته وجاب لها حقها. بتتكلم فيه انت؟ ده بهدل الواد، بهدله يا حسن. دي جريمه وفيها سجن. احنا ايه اللي هيدخلنا في قضايا اصلا؟ احنا خدنا حقنا، هنجيب الواد ونتفاهم معاه، يطلق ويتنازع على المحضر وياخد اللي فيه النصيب. علي اللي تؤمر بيه يا حاج. حكم علينا، هنستفاد ايه لو دخلنا السجن؟ عينك هترجع؟ لا. حقك هيرجع؟ لا. شغلك اللي راح برضه؟ لا. يبقى اللي ناخده منهم احسن منهم يا تامر. وليك عليا المبلغ اللي هنتفق عليه مع بعض هديهولك، بس انت تطلق تسحب المحضر وفلوسك هتاخدها كاش مش شيك. قلت ايه؟ 5 مليون. انا قلت لكم طالع من ذمتي 1,000,000 جنيه بس. انا عارف الواد ده طماع. والله يا عم كان ماسك في 5 مليون، انا خليتهم 2 بالعافيه. نعم 5 مليون. ليه؟ العقل عملها له دي تسوى 5 مليون؟ ده هو على بعضه ما يسويش 10,000 جنيه. سمعين، انا ما صغرش علي ولدي بعد ما اتفق. ادفع المليون وانا ادفع التاني. هدية مني لولدك. يا حسن القصة مش قصة. خلصنا يا سمعين، خلصنا. والله ادفع النص وانت النص. هما مش ولادك هما ولادي. ايوه علي خلص اللي تؤمر بيه يا حاج.